ألف مبروك، تم قبولك في جامعة البحرين. ودك تعرف اللي لك واللي عليك؟ خلك معنا. تقدر بكل بساطة تخلص أغلب الأمور أونلاين بعد ما تستلم الرقم الجامعي وكلمة السر. تدخل موقع الجامعة اللي يقدم لك خدمات منوعة، أهمها التسجيل الإلكتروني، مع العلم أن الفصل التمهيدي جدولك بيكون جاهز، وكل اللي عليك تثبيت القبول عن طريق دفع الرسوم. الموقع أيضا يمكنك من شراء الكتب الجامعية واستلامها من مركز البيع، التجول في فهرس مكتبة الجامعة المركزية والاستفادة من نظام الاستعارة، إضافة إلى الحضور أونلاين لبعض المواد اللي قدمها مركز التعلم الإلكتروني. وانت رايح الجامعة مهم تعرف أن البوابة الغربية والشرقية مخصصة للطلبة، والتزامك بارتداء البطاقة الجامعية بوابة عبورك للاستفادة من كل الخدمات المتاحة. تقدر تستلمها من مبنى القبول والتسجيل، وعشان تدل مباني الجامعة زين افتح الخريطة من الموقع الإلكتروني. بعد الاستعانة بالمرشد الاجتماعي بتقدر بسهولة توصل موقع المحاضرة في الوقت المحدد. في الجامعة ينتقل الطالب من مرحلة التعليم إلى مرحلة التعلم من خلال توفر البيئة المناسبة اللي تقدم مركز اللغة الإنجليزية مثلاً. مثل ما هي حريصة على التحصيل الأكاديمي، أيضاً حريصة على صحتك وعبادتك ووقت راحتك اللي ممكن تقضيه في مجمع المطاعم، تاكل وجبتك وتمارس هواياتك مع التزامك التام بالذوق العام. ولأن الطالب هو محور العملية التعليمية، وظفت عمادة شؤون الطلبة كل إمكانياتها وطاقاتها لمساعدة الطالب في تهيئته لاستلام مسؤوليات المستقبلية في بناء الوطن والمجتمع من خلال ثلاث دوائر رئيسية. أولاً، دائرة الخدمات والتنمية الطلابية تعمل من خلال ثلاث شعب رئيسية. أولها شعبة الخدمات الطلابية واللي تقدم خدمة المواصلات من مناطق السكن للجامعة والعكس، بين مباني الكليات بالحرم الجامعي في صخير والتنقل بين حرمي الجامعة في الصخير ومدينة عيسى. كما يمكن التقديم إلكترونياً للخدمة، خدمة توفير خزائن للطلبة في مباني الكليات. كما يمكن التقديم إلكترونياً للخدمة الإشراف على الاستراحات والمصليات بالإضافة للمسجد. شعبة ذوي الإعاقة واللي تقدم خدمة المساعدة في تسجيل المواد، توفير مواصلات خاصة تنقلهم من مناطق السكن للجامعة والعكس، توفير سيارات الجولف للتنقل بين مباني الجامعة، توفير مدرسي لغة الإشارة للطلبة الصم، توفير طلبة متطوعين لكتابة الامتحانات، وتسهيل الدخول للجامعة من خلال البوابة الرئيسية. شعبة التدريب والتنمية الطلابية واللي تقوم بتقديم ورش عمل ودورات تدريبية في مختلف المهارات الإدارية والقيادية والتقنية. ثانياً، دائرة التوجيه والإرشاد اللي تشرف على تهيئة الطلبة المستجدين اجتماعياً ونفسياً للحياة الجامعية، وتقديم الخدمات الإرشادية من خلال المحاضرات التوعوية، خدمة فترة الامتحانات، الطلبة المتطوعين. كما يمكن للطلبة الاطلاع على اللوائح والأنظمة اللي تشرف على تطبيق هالدائرة، لائحة مواصفات الملبس لطلبة وطالبات جامعة البحرين، لائحة المخالفات المسلكية لطلبة جامعة البحرين، دليل استرشادي لحقوق الطلبة وواجباتهم. مع وجود موقع يوفر خدمة إلكترونية بعنوان استشر مرشدك النفسي أو الاجتماعي. ثالثاً، دائرة الأنشطة الطلابية. التجربة الجامعية تكتمل بالدمج بين الجانبين الأكاديمي والنشاط الطلابي اللاصفي اللي يشكل عامل مهم في صقل مهارات الطلبة واحتضان مواهبهم ومهاراتهم، بحيث تعمل الدائرة من خلال أربع شعب رئيسية، وهي شعبة الأنشطة الفنية، شعبة الأنشطة الثقافية والاجتماعية، شعبة الأنشطة الرياضية والتجوالية، وشعبة الهيئات الطلابية اللي تساهم في خلق بيئة تنافسية بين الجمعيات والأندية الطلابية اللي تشارك بدورها في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات، إضافة إلى وجود شعبة مجلس الطلبة التابعة لمكتب العميد واللي تتألف من ممثلين منتخبين من الكليات ورؤساء الجمعيات وبعض الأندية. كل ذي وأكثر يخلي من تجربتك الجامعية تجربة استثنائية. جامعة البحرين معاك من اليوم الأول ليوم التخرج.